شيخ نسأل كثيرا في هذا البرنامج عن اولئك الذين يترددون على المستشفيات تغسيل الكلى كيف يتعامل مع الصوم؟ في اليوم الذي يغسل فيه لا يصح صومه لان لان الغسيل يدخل في الجوف وينفذ مع المسام مسام الجسم يدخل معه مواد ماء ومعه ادويه ومعه اشياء مخلوطه معه فهذا يفسد الصيام ففي اليوم الذي يغسل فيه يقضي هذا اليوم يمسك بقية اليوم ويقضيه من أيام أخرى نعم